فوز ثاني على التوالي بصم عليه فريق النادي القنيطري وفقة مدربه الجديد محمد يوسف المليني الذي عاف لاعبوه كيف يعودون بنقاط الفوز من ميدان الاتحاد الزمويلي الخميسات في ثاني مواجهات الإياب من البطولة الوطنية الاحترافية. تعددت المحاولات طيلة دقائق الشوط الأول من جانب الكاك وكان تصطدم بالحارس الحسين أمسى الذي صد العديد من الهجمات. بالمقابل قاد المهاجم منتخب النيجر اليوسف الحسن أغلب هجمات الاتحاد الزمويلي للخميسات دون أن تحمل الجديد خلال الشوط الأول الذي اختار عنوان البياض. الزوار استهلوا دقائق الشوط الثاني بقوة إذ انتظروا الدقيقة 51 التي أتت بالجديد من قدم اللاعب سعيد رواني لتتواصل بعد ذلك المحاولات أمام احتفالية جمهور الكاك على مدرجات ملعب 18 نوفمبر. البديل يمين وهدي كان قريبا من هز الشباك إلى أن تسديدته اصطدمت بالقائم ليكتف بعد ذلك مهاجمو الاتحاد الزمويلي للخميسات من محاولتهم حتى حدود الوقت بدل الضائع من المقابلة التي ألت نتيجتها للنادي القنيطري بهدف وحيد رفع رصيد الكاك إلى 22 نقطة في سلم ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية.